طبعاً يبرز اهتمام وزارة الداخلية بداية العام الدراسي ابتداء من قيادة وزارة الداخلية ممثلة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية سيد الشيخ محمد خالد الصباح، أيضا سعادة الفريق وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد الفهد كانوا متواجدين معنا من الصباح الباكر اليوم تقريبا من الساعة 6:30 متواجدين بغرفة العمليات للإشراف والمراقبة على بنفسهم شخصيا على فترة اللي هي دخول الموظفين أو فترة ذهاب الطلبة والطالبات إلى مدارسهم. بسم الله الرحمن الرحيم، صباحكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير ويعطيكم العافية لخدمة أهلكم وأهل الكويت. صباح الخير يا كويت، صباح الخير يا أهل الكويت، وإن شاء الله عام دراسي وبداية موفقة، وتحياتي للجميع، أعطيكم العافية جميع منتسبي وزارة الداخلية. شكرا. بلغ عدد الدوريات لهذا اليوم 305 دوريات مرورية منتشرة على معظم قطاعات دولة الكويت، بالإضافة إلى هناك ما يقارب 96 دورية تابعة لقطاع الأمن العام متوزعة على المدارس باختلف مراحلها، أيضا تساندها قطاع العمليات للإدارة العامة للشرطة النجدة ب 95 دورية. كل هذه الإمكانيات سخرتها وزارة الداخلية للتعامل مع الازدحامات المرورية.